هذا هو الموقع بي تي سي فور كليك. هذه هي واجهة الموقع. كما ترون الموقع يشتغل منذ سنة 2012 إلى حد الآن سنة 2015 لم يتم تجديد سنة 2016. إخواني الكرام، هذه هي واجهة الموقع. هو موقع بسيط إخواني الكرام، بسيط جدا التعامل معه. لتسجيل إخواني الكرام كل ما عليك الضغط على ماي أكونت، بعد ذلك تضغط على نيو أكونت. هنا إخواني الكرام سوف ألغي هذه الترجمة لأني أتعامل مع بعض المواقع الروسية لأنني أحتاجها. هكذا لكي لا تزعجنا. هكذا إخوان الكرام، للتسجيل في الموقع كل ما عليك وضع هنا اسم المستخدم الخاص بك، وهنا تضع بريدك الإلكتروني، وهنا إخوان الكرام تضع كلمة سر ثم تعيد كتابة كلمة السر. هنا إخوان الكرام تضع سنة، هنا سنة الولادة الخاصة بك أي تاريخ الميلاد. هنا إخوان الكرام تضع عنوان محفظة البيتكوين الخاصة بك. هنا إخوان الكرام تجيب على الكابتشا بشكل اعتيادي. بعد ذلك تضغط هنا يعني توافق على الشروط وبنود الخدمة. ثم بعد ذلك تضغط على سينك أب. أنا لدي أصلا حساب في الموقع لذا لن أقوم بإنشاء الحساب. بعد ذلك إخوان الكرام تتوجهون إلى بريدكم الإلكتروني ثم تفعلون حسابكم، ثم يمكنكم الدخول إلى حسابكم مباشرة. هكذا إخوان الكرام تضغطون على ماي أكونت للدخول إلى حسابكم. بعد ذلك إخوان الكرام تضع اسم المستخدم الخاص بك ثم تضع كلمة السر. بعد ذلك آخر كلام تجيب على ريل كابتشا. بعد ذلك تضغط على سينج إن. هذا هو، هذه سوف تكون واجهة حسابك. كما قلت لكم فأنا قد طلبت الدفع الخاص بي، لكن في الانتظار لأن الموقع يدفع كل يوم 2 فقط. يعني أنك عندما تجمع، فأنا أنصحكم عندما تريد الدفع فأنا أنصحكم بطلب الدفع يوم الأحد لكي لا تنتظرون وقت طويل، لكي يتم دفع لكم أموالكم إما يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء كأقصى حد. إخوان الكرام، هذه هي واجهة الموقع. هنا تجد اسم المستخدم الخاص بك، هنا تجد بريدك الإلكتروني، هنا تجد محفظة البيتكوين الخاص بك، هنا تجد رصيدك الحالي، هنا تجد عدد الإعلانات التي قمت بالنقر عليها، هنا تجد هنا إخوان الكرام تجد عدد الإحالات كما ترون لدي 0 ريفيرال. هنا تجد رابط الإحالة الخاص بك. والموقع بسيط إخوان الكرام، لا يحتاج إلى أي خبرة. للربح من هذا الموقع هو عن طريق الضغط على الإعلانات، وبطبيعة الحال عن طريق رابط الإحالة الخاص بك. للربح عن طريق الضغط على الإعلان كل ما عليك الضغط على نيو أدس. بعد ذلك إخوان الكرام كما ترون قد تركت هذه الإعلان فقط لكي أشرح لكم طريقة الربح من الموقع. أنا بالفعل قد ضغطت على جميع إعلاناتي، هذه هي الإعلانات التي قمت بالضغط عليها كما ترون. هذا هو الإعلان الوحيد المتبقي لدي. للربح للضغط على الإعلان كل ما عليك الضغط هنا. سوف يتم فتح صفحة جديدة. وهنا إخوان الكرام تجيب على الكابتشا، ريال كابتشا. بعد ذلك أنت أفيشالايز، تجيب على الكابتشا. بعد ذلك تضغط على فيريفي، ثم تنتظر إخواني الكرام لكي يتم انتهاء الأعداد. هكذا هي، هو موقع بسيط إخواني الكرام، هو موقع صادق للربح البيتكوين. أنا أنصحكم باستعمال هذا الموقع.
عند ذلك تضغط على كلوز، هكذا تكون قد ضغطت على الإعلان وربحت منه. هكذا يا إخواني الكرام، كما ترون ارتفع رصيدي. هنا الإشارة فقط إخواني الكرام، فالإعلانات تختلف. مثل هذا الإعلان إخواني الكرام، 100 شهر ملي ساتوشي لمدة 11 ثانية. يمكنك من مشاهدة هذا الإعلان لـ11 ثانية مقابل 100 ملي ساتوشي. هنا إخواني الكرام تختلف القيم حسب الإعلان وحسب المعلن. هنا بعض الأشياء الأخرى على ما أظن التي لم تحتاجها من موقع آخر للربح عن طريق على ما أظن الاستثمار. هنا أخوان الكرام توب 10 فاكتور، هنا 10 مواقع للربح المال عن طريق صنابير بيتكوين على ما أظن. لكن هذا لا يهمنا إخواني الكرام، كل ما يهمنا هو بي تي سي فار كليك، هذا الموقع إخواني الكرام. لطلب الدفع إخواني الكرام من هذا الموقع، عليك إخواني الكرام أن يكون في حسابك 0.015 ملي بي تي سي لطلب الدفع. بعد الوصول إلى هذا المبلغ، كل ما عليك الضغط على كاش أوت. كما ترون يقول لك مينيموم كاش اوت 0.15. هنا اخواني الكرام، كما ترون اخواني الكرام، يو كانت ريكورد كاش اوت اون يو تو ميت دي مينيموم 0.15 بي تي سي 20% every Monday. كما يقول لك يمكنك الوصول إلى يمكنك التوصل بأموالك كل اثنين. بعد الوصول إلى الحد الأدنى للدفع 0.15 إخواني الكرام. هذا هو الموقع إخواني الكرام، هو موقع بسيط التعامل معه. كل للإشارة فقط، كل ما عليك أخذ رقم الإحالة الخاص بك ونشره إخواني الكرام، ونشره لأصدقائك للتسجيل عن طريق والربح إخواني الكرام. من الربح لا أعرف كم هي بالضبط عمولة الريفيرال. ما يناهز 10 إلى 20% عن كل نقرة يقوم بها الشخص الذي أحلته، تأخذ 10 إلى 20% من أرباحه أخي الكريم. نسبة مهمة إخواني الكرام لا تستهين بها. يا إخواني الكرام، كما قلت لكم، عندما أتوصل بأموالي سوف أشاركها معكم إن شاء الله.